من وين جايبة لهاي؟ جبتها من يلي بتنظف. قال هاي عصاية مساحة، بس أنا سميتها اسم جديد، عصاية إبقاء المريض مستيقظ. على فكرة أنت غليظ ولا تحتمل. على أساس كنتي عم تغسلي وشك، هلأ هيك مصحصحة وعم تقاومي النوم؟ شو ضعفتي كأنه؟ لا مو هيك القصة، بس الأدوية والمسكنات عم بتنعسني. بدي أقضي هذا الوقت هيك؟ أنا أساساً ما بطيق قعدات المستشفيات، بحس حالي عم بختنق ورح طق. أحسن شي ليمرق الوقت إنك تحكي. أنا ما بعرف أي شي عنك، أنا بس بعرف جنانك. حكي لي، شو بدك تخبريني عنك؟ يلا عم بسمع. تشتغلي مربية، بس إذا بدك رأيي، أنت كان لازم تكوني لاعبة كاراتيه أو كونغ فو مثلا. الأولاد شو ذنبهم؟ أنا ما بشتغل بس مربية، كنت أنسى بمدرسة. لأنه بحب الولاد كتير، أحلى شي فيهم صدقهم وبياض قلبهم من جوا. يمكن لأني كبرت يتيمة، ما عندي لا أب ولا أم، ما كان في عندي حضن إلجأ له، لهيك ما بحب ولا ولد يعيش اللي عشته ويدوق هالوجع. لما بكون مربية بحب خلي الولد يأمن لي ويوثق فيني. يعني أنت عشتي يتيمة؟ بس أنت من الناس يلي قدرت أوثق فيها، وحسيت إنك سند. رجعت لعيون تغمض. يلا اجتك العصاية. ايه فهمت تمام. طيب معلش تجيب لي مي، بس على شرط بدي اياها من النبع، هيك جاي على بالي.